حياتي بين محمد وجاية. هودي لوازم السهرة. أي سهرة؟ لك السهرة، سهرة الليلة. ليش الليلة في سهرة؟ إيه في سهرة. بمناسبة شو؟ بمناسبة إنه ولادك نايمين ونحن قاعدين سوا على شط النيل. شو؟ صاير رومانتيك. كل عمري رومانتيك بس بدك مين يقدر؟ كاسي. بتعرفي حياتي شو الحلو بنبيد؟ شو؟ انه من بعد ثالث كاس بتحسي حالك برات هالاوضه، قاعده تحت شي شجره ملقحة على اجران اللي بتحبيه وعم بتقولي له حكي حلو. هلا خواجه فادي صاير يلزمك ثلاث كاسات مبيد حتى تقدر تقلي حكي حلو؟ نعم. هلا من كل هالخبريه هادي محفوظ غير هالشغله؟ لا يعني بس بلا ما تقلي بس اقعد حدك يا حياتي، ما بعرف شو بيصير لي، ما بعرف كيف هالحكي الحلو ببلش يكر من تمي كر كر. لك يا حياتي ما طولي بالك، بس انا بابا ثلاث كاسات؟ ثلاث كاسات بدك لحتى تحكي لي حكي حلو؟ ولك يصح لك تحكي لي حكي حلو، ولك اصلا اصلا يصح لك انك انت اصلا تكون قاعد حدي، ولك روح خد لك حامضة سميت لي بدني نزعت لي سهرتي ولك 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 حل عني. لك يا كارين طولي بالك، ولك يا حياتي كارين يا كارين بدي نام، ما بقى لي نفس اطلع فيك، ما بقى لي نفس اسهر معك، ولك ما لي نفس اشرب معك مبيد ومش بنويه وزعلت وفقسني كارين. والله معها حق. لا ما كان لازم الا بدي ثلاث كاسات مبيد بحكي معها كلام حلو، لا لازم الا بدي اشرب القنينه كلها هيدي حتى اقدر ابلع هالمصيبه. قولك 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 بين على حقيقتك. ايه بين على حقيقتك وقول صرت مصيبه هلا انا. ولك نام نام احسن ما افعك بهيدي القنينه على راسك. نام نام ثلاث كاسات مبيد ليكر الحكي الحلو كر. رزق الله رزق الله ايام ما كان يكر هالحكي الحلو عالطالع والنازل. صار بدك ثلاث كاسات مبيت. بيه خير خير يا برتاز خير. شوفي يا عمي انا ما عم بقدر افهم ليش بعدك ما نمت لهلا. يا حبيبي عيني اذا انا بعدني واعي والان لانه في عندي مشاكل كثيره بحياتي يا برتاز عم حاول حلها. بس انت فهمني شو في عندك لما تضلك على طول الان ومش قادر تنام؟ مشاكل قلت لي؟ اللي بيسمعك بيقول انه انت بس عندك مشاكل. ليش انت كمان عندك مشاكل يا برتاز؟ خير اللي شو هالمشاكل؟ قرب عيد الشعنينه. نعم صرت قد شطيح يا برتاز وعم تحكي لي بالشعنيني. ايه بيي ما عندي شيء البسه. ايه اللي بيسمعك يا برتاز بيقول بيو مقعده بالزبط. بيي هيدا العيد بالذات لازم كل العالم تكون لابسه ثياب جديده. ولا ليش اذا لبست ثياب سنه الماضي يا برتاز شو بيصير؟ اوعى تكون مفكر يا برتاز انه حدا بعده ذاكر شو كنت لابس سنة الماضية. بيي لو هي قضية تياب سنة الماضية كنت لبستهم وسكتت. لكن القضية قضية شو يا برتاز؟ بيي اللي خمس سنين بلبسهم لتياب وساكت. هيدا بيأكد صدق نظريتي يا برتاز، لأنه صار لك خمس سنين بتلبس زيت التياب وما حدا ملاحظ. بيي القميص جراد لونه، البنطلون انبرى، ولك الجاكيت صارت نص كم. لا يا برتاز ما تزيدها انت كمان. ما زيدها؟ شفني هلا هول التياب خر الشعنينه فاشين لشو؟ اوف 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 لا لا معك حق، هول التياب ماكسيموم بيصلح يكونوا ممسحه للارض. يه شو هيدا اللي بايدك يا برتاز؟ اوعى تكون اخذت لي العلكه اللي ملزقه على البراد. لا بيي هيدي الشمعة اللي إلي خمس سنين بولعها على العيد. أشو؟ هديت لشوف؟ لا 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 لا، إذا هيك السنة منبقى عتياب بس منغير لك الشمعة. تكرام عيلي عفرد ميلي الحما
المكتب فاضي بلا سعاد. هلا صحيح هي عقليتها شغل ايديا، بس يا عمي والله إلا فقدي. يا عمي كيف الواحد بيقعد بمكتب والسكرتيره مش موجوده؟ راحوا يا استاذ فيشي. شو بيسار عم تحكي لحالك؟ ايه والله واجي. لا لا لا، هيدي اول مره بنبسط انك جاي تزورني. اف 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 العمل ايه؟ زهق. عال لك نطلب لنا فنجانين قهوه وخلينا نسردها على رواق. الله لك، هالمره صعبه كثير. اف ليش صعبه؟ لانه سعاد من غير شر مانا هون، مش بالمكتب. اف ليش بعدت شي محل يعني؟ لا والله ابعد. لوين؟ مسافره. مسافره؟ اي لوين من غير شر؟ رايحه تحضر عرس خيها بامريكا. بامريكا؟ يا عمي على امريكا بدها نهار روحه ونهار رجعه. شو مطوله ترجع يعني؟ والله بدها تعد لها 20 يوم هني. 20 يوم؟ بتعرف يا اخي في عرس وفي تحضيرات، بدها تساعد خيها. اه عبال عندك؟ والايه؟ دخل فادي؟ يعني انت هلا معقول يعني تقعد 20 يوم هيك بلا سكرتيره؟ شفت بالله مصيبه يا وجي، بس وين بدي الاقي وحده تقبل تشتغل عندي 20 يوم؟ ولا يهمك، ولو موجوده. عن جد عم تحكي؟ ليش انا شي مره قلت لك شي يا فادي وما طلع مزبوط؟ لا والله، بس شي 600 700 800 مره. لا بس هالمره محسومه. ايد بظلارك. ليش في قبالتك شي وحده؟ قبالتي لا، بس قبالتك ايه. بالي انا؟ ما فهمت كيف يعني؟ اطلع قبالك يا فادي. اه شو شايف؟ الي؟ الك بالي. هون هون. شو شايف؟ شايف مصيبة. هيدي المصيبة هي سكرتيرك الجديد يا نعم. نعم يا وزي دخيلك. انت بدك تشتغل عندي سكرتير؟ ايه بشتغل سكرتير. لشو بدها شغلة السكرتير يا فادي؟ برد على التليفون، بستقبل زبونات، بعمل شاي، بعمل قهوة، مضيف كازوز. نعم نعم اطلع عليك. لا تكون عم توظفني بالناس وما معي خبر. يا خواجة وزي لك انا مش قادر اتحملك خمس دقايق بنهار، بدك تقعد خلقتي 20 يوم. دخيلك يا فادي، انت ليش 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 هيك؟ ليش بتحب تنفع الغريب وما بتنفع جارك المحتاج؟ نفع؟ لك شو عم بيع بطاطا انا؟ يعني يا فادي انه يعني ليش بدك تقبض الغريب وما بتقبض القريب المحتاج؟ لك يا وجيه انا دخيلك يا فادي، ليك فكر فيها مزبوط، فكر فيها، خذ وقتك يا خيي. ليك بس حط براسك شغله انه الدنيا عياد وبالعياد الناس بتساعد بعضها وخصوصي المحتاج. يلا بالاذن. هيدي اول مرة بحسه لوجيه عم يحكي من قلبه. قويت انا بلا ضمير بلا احساس. كلهم 20 يوم اشتغل عندي شو مصيبة؟ هلا احسن بقبض الغريب مع الحق، بقبض جاري. هلا واجيه مصيبة وكارثة. عملت لك كباية ليموناضة مشان بورد قلبك استاذ. شو مبين بعدك انا قلت اكيد رح توظفني يا فادي لانه قلبك كبير. بعدين يعني وين رح بتلاقي سكرتير لقطة مثلي؟ فبلشت بالشغل من اليوم. بدك شي بجيب لك شي. ليك وجيه روح على مكتب سعاد بقلب الجارور في عندها علبه فيها حبوب للاعصاب، جيب لي حبتين وكبايه مي وشريف. تكرم. انا بطول بالك. لا لا ولا اقول لك روح جيب لي العلبه كلها. بتصور رح بتعوزها. شو عم تعملوا؟ عم نعمل شمعة. شمعة؟ ايه. ما تقولي لي عم تعملي شمعة للشعنينة؟ بلا. منين بتعرفوا تعملوا شمعة انتو؟ فتنا على اليوتيوب وتعلمنا. ليه؟ شو صاير عليكم؟ مش أهين إذا منروح منشتريها من السوق؟ مش أحسن ما تقعدوا تشتغلوا فيها وهيتي تزبط وهيتي تما تزبط؟ لك ايه بس حلو نحنا نعملها، رح أعمل لها أحلى شمعة. أصلاً منوفر عليك. شو؟ شو قلتي؟ منوفر عليك. بتعرفي امي انا كل يوم بعد يوم عم بتاكد انه ما حدا منكم بهيدا البيت طالع لي، كلكم طالعين لبيكم. لقيتكم هيك.
تفضل فايت مثل التور. تفضل تفضل اطلع برا. لا لا تفضل اطلع برا. اطلع برا وجهي طول بالك. تفضل اهلا وسهلا استاذ مطبخ. وجهي طول بالك. شو 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 عم تكسر لي كلمتي قدام الناس يا فادي؟ نعم نعم انا بقول له تفضل اطلع لبرا. انت بتقول له تفضل اقعد جوا. لك يا وجهي زلمه اتصل فيه اليوم واخذ مني موعد قلت له اهلا وسهلا تفضل. هيدي غلطة تانية يا فادي. ليش اصلا بده يتصل فيك لألك؟ كان المفروض يتصل فيه لألي وانا بحدد له موعد. شو الدنيا سايبة يا فادي؟ نعم نعم. شو نعم يا فادي؟ ما شفت كيف طحش لعندك لهم مثل التور؟ كأنه فايش على زريبة، كأنه فايش على قص طبل على باب، كأنه فايش على محل لا حاسب ولا رقيب ولا ما بيرفع ما بيعرف يركب. طول بالك يا خي ما تقول ما حدش. فوت اعمل فنجان قهوة بعدين بحكي بالموضوع. لا يا اخي لا تعال تعال ورا تعال 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 شو ما بدك قهوة؟ خلص شو عزوقك بتروح؟ عزوقك بتفوت له يا حبيبي. يا ما بدي قهوة خلصت. يا ابي عمر ما يكون بدك كلك روح درب الست مدريد. ها منيحك يا فادي؟ ها كنا ضيعنا فنجانين قهوة على الفاضي. لا شو عملت؟ لا شو عملت؟ شو 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 عملت؟ عملت اللي لازم ينعمل، عملت شغلي. لا كواجه طيرت لنا زبون هربت الزلمة. هيك يهرب عمره ما يرجع لك يا فادي. أنا هيك بعرف أشتغل. لك ان شاء الله كل ما بدي اشتغل بضمير وباحتراف تقوم تسمعني حكي. لك ما بعرف شغلي. الزلمه كان المفروض يسالني قبل ما يفوت لعندك يستاذني. لك يا وجهي كيف بدي استاذنك؟ ما الزلمه دق لي واخذ مني الموعد تجي بتقلي بدك. من اول طريق ومن اخر يا فادي، من اول طريق ولا من اخرها. مش عاجبك شغلي خليني اتسهل. تسهل هيك يا فادي؟ ايه هيك. استغنى عن خدمات سكرتيرك؟ فتنا بدين طويل عريض يا فادي. اشترينا البدلة بعد ما قصر الزرار. يا اخي بدك تشتغل بدك تشتغل على رواق عم فرد الزبونات. خلص يا فادي مثل ما بدك. بدك تعتبر هالمكتب مثل الزريبة اعتبره مثل الزريبة. اللي بده يفوت يفوت، اللي بده يطلع يطلع، بده يمرق لعندي وما يقول لي مرحبا ما عندي مشكل. ها انت هيك معود يا فادي، معود على الزريبة. معود. بالاذن. يا اخي انا شو كان بدي بلا مصيبه؟ ولك شو كان بدي بس شغل من الاساس؟ كبايه لموناضة لتروق اعصابك استاذ. تخيل ما بدي لموناضة ولك حاجه تعطيني لك يا اخي حمد على قلبي. ما بدكم تاخذوا خمس دقائق بريك يا صبايا؟ أوكي. اوكي. مام ما بدكم نروح على السوق ونشتري تياب للعيد؟ ما بدنا نروح على السوق. كيف؟ ما بدكم تشتروا تياب للعيد؟ بلا بس ما بدنا نروح على السوق. كيف بدكم تشتروا بقى؟ اونلاين. ليه اونلاين؟ بننزل على السوق وبنشتري. اهين احلى وارخص. ترجع بتقلي ارخص. بدها تفلشني طالعه لبيا بخيله. بتعرفي ارخص ارخص. اعطيني هالايباد خلينا ندق الحديد هو وحامي وخلينا هلا نشتريهم للتياب. هلا؟ ايه هلا. عم نعمل الشمعه. خلص مام بعدين بعدين بنقيهم. اكزاكتومو. لا مش بعدين، هلا بنقيهم، بعدين بنبطل نلاقي يا سيت. لك منلاقي منلاقي. اكيد ما. انا مرحبا يا جماعه. اهلا اهلا. هاي هاي. كيفكم يا صبايا؟ شو؟ مين عم تاكلوا غدا؟ شو ما بدكم تتغدوا؟ بعد شوي بنتغدى يا واجي. شو عم تعمل حياتي؟ عم بشتري تياب العيد اونلاين حياتي. اللي كان بعد ناقصنا. عن جد عن جد؟ دخلك كريم مطرح ما عم بتشوفي تياب، في مجال تشوفي لي تياب صبياني خارج برتاز؟ ايه بشوف لك. ليك يعني اذا ما في ازعاج يعني ما في تقلب. في مجال تشوفي لي تياب لبرتاز خارج العيد؟ لك اكيد اكيد بشوف لك. وبخصوص الاسعار. لا اسعارهم بتجنن يا واجي. اسعار يعني شو بدي خبرك خيالية اوقات بيوصل لنص السعر. نص السعر عن جد؟ طيب لكن كريم في مجال تشوفي لي شمعة بنص حقها؟ ماما لك وينو هذا واجي؟ مع اساس سبقنا على المكتب. شو قصته هيدا لك يا عمي مبلش هيك؟ الو؟ شو وجهي وينك؟ شو بالبيت؟ شو عم تعمل بالبيت؟ نعم؟ قيلولي شو قيلولي هيدي؟
لك بعرف ضرب الطبل بعرف انه قالوا لي بدك تعمل لك نتفه ليش بالله؟ انت معود بعد الغداء تعمل السياشت ليلة يا حبيبي تعال لك نحن الشغل بهذا المكتب للستة مش للساعة أربعة قوم فز سياسه قال قوم فز شرف على المكتب لك معك دقيقة وحدة إذا ما كنت هون قدامي مطروب ما بعرف بدي أشوفك بالمكتب فهمت؟ قال عم يعمل سياسه قال عملت لك كبيت لمناضلة تروق أعصابك بعد الغداء أستاذ بده يجنني بده يجنني حياتي لو بتشوفي مالله مصيبة جبتها لحالي شوفي واجي شو بو شغلته عندي من المكتب سكرتير محل سعادة ترجع من السفر عن جد؟ ايه والله حرام وجيه برافو فادي بكون مبسوط لو بتشوفي انا شو مبسوط مالي هلأ فترة اعياد وجيه بحاجة لكل قرش ايه بعرف حياتي لو ما هيك كنت بقطع لسانه وما بقله اوكي بس هلا مش كل ما عمل شيء تقعد تزله انك عم بتشغله عندك حرام فادي هيدا وجيه لك 20 يوم كيف بدي اعمله 20 يوم ما بعرف هيدا ليك حياتي أه؟ بكره لازم تقطع البنك لا بدك تعبي لي الكارت لا شو فاضي ايه ورا المصريات انت فاضي ما من يومين عبيناه ما لا شو بيعبوه مش لحتى يصرفوه بيومين خلص حياتي ما بعصبني لك شو ما عصبك خبريني وين راحوا المصريات؟ اشتريت فيهم اغراض، عملت شوبينج اونلاين وخلصوا كلهم؟ لك خلصوا كلهم، ايه خلصوا كلهم. شو عم بشتري لإلي؟ هيدا بلا ما تقلي، ميرسي يا حياتي، عم تشتري لي تياب لحتى تلبسي ولادي؟ عم تشتري لي شوز لحتى تلبسي ولادي؟ عم بتخلي ولادي يضلهم مرتبين بين الناس؟ أحسن ما اتبهدل أنا بين العالم والناس، هيدي كفيتي، هيدي جازيتي، إني عم بركض شمال ويمين لحتى لبس لك ولادك؟ عم تركض شمال ويمين، ما عم تركضي لمحل حبيبتي، عم تشتري عن الإنترنت، يعني حاططيها عالصفة ونازلة. ولك يا دعالي منيح، لك قال أنا عم بوفر له 50%، مش بس عم بوفر لك 50%، عم بشتري للولاد وأحرم حالي، ولك بتعرف شو؟ عم بيدوب البكرة للكارت. نعم، لا. لاني قررت مش بس اشتري للولاد رح اشتري الي انا كمان وها بنويه ولك قال انا شو عتلان هام كيف بدي اتحمل وجيع 20 يوم ولك اللي بيعيش مع هيك مرة بحس جهنم الحمراء برود عيلي عفرد ميلي مش حرام ببرزق يسكر الساعة 6 انه مش حرام مكتب طويل عريض يسكر بابه بالليل ومفتاحه معي فكر يا وجيه شو فيك تستفيد من هالمكتب بالليل شو فيك تستفيد براد فيه اكل فيه شرب فيه شو فيك تستفيد يا وجيه من هالمكتب شو فيك تستفيد لقيتها كنت مضيع تلقيت بهالليل عقلتك يا برتاز قوم 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 الوصيبك ليش بقى دبرت لك شغل معي بالمكتب لا بالقهوة وعندك واحد شاي وصلحوا يا اهلا بالشباب يا اهلا بالشباب السلام عليكم اهلا وسهلا وهيدي اطيب ساندويشي للمعلم مسعود طول عمرك اهلا وسهلا اهلين يا شباب ان شاء الله مبسوطين يلا الحمد لله ان شاء الله مرتاحين الحمد لله برتاز وينك؟ لك قرب فوت 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 يلا 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 غير لهم كيساتهم للشباب اهلا وسهلا حط لهم احسن ويسكي سامع؟ اكيد هلا بلش الشغل المضبوط يا أهلا وعندك واحد شاي وصلحوا بونجور كارلون ولك دخل الزعلان أنا ما بتتعاطى معي شو عم تتروق بالصالون أنا يا فادي بتنايمني زعلان مبارح لك دخل الغنوسة وصحتي كل من شافك دب شو بعمل لك أنا يا فادي يلي عم جرب أوفر عليك يلي عم جرب
ضحي بنفسي واخد ريسك ونقي واقعد ساعات على الانترنت حتى استفيد من شيء اخر، حتى الاقي شغلي ارخص مما موجوده بالسوق. انا بتعملني بهالطريقه؟ معلش يا حياتي، معلش ما تغزينا. انا يا فادي. لا كاري خلاص، ما لك ما تغزينا. سوري لك يا حياتي، سوري يا وفيره. اوكي. ولك داخله؟ انا داخله. لك يا حياتي، انا اليوم عندي اجتماعين كتير مهمين بالمكتب، ادعي لي بالتوفيق. اوكي، ان شاء الله تتوفق. يلا بالاذن، صار لازم امشي. عمحلك ما بدك تتروق؟ شو عم تعزمينا على الترويقه كرمون؟ ايه عجد؟ ايه ما هيك هيك الترويقه حاضره. ولك داخله؟ انا اللي بيتغلش لي هيك يا وي. لك يا حياتي بتعرفي شو؟ لو ما عندي شغل انا ضروري والله كنت حملتك هلا وطلعت فيكي على الاوضه وتروقنا على رواق. طيب يلا يلا، ما بدك تمشي؟ ولك دخلوا، انا اللي بده يمشي. بدك نمشي؟ ايه بنمشي. طيب قبل ما تمشي خذ هيدا معك. شو هذا؟ الكارت. شو نسيت؟ لا والله ما نسيت، وانا اقول هالحنيه اللي نزلت عليك بفرد مره اليوم. تري في كارت انا من قبل بفتح. اوكي. ما تخاف ما تخاف، هو الاغراض اللي اشتريتهم هديك الجمعه اونلاين لوفي. من ناحيه التوفير؟ لا موفره كثير. ايه تحيا وجيه. ايه لك فادي، افتح خلصنا. فادي فادي، شو جايبه على بكره الصباح هيدا؟ بيخلوا حدا ينام. لك يلا جاي جاي، شو جايبه هيدا؟ اوف خير. نعم شو فيك على بكره الصباح؟ شو مبين بالك مبجم؟ شو بدك نام يعني بالبدله؟ لك شو باقي حبيبي؟ يلا هم انا راح اشتغل. لك انت صار ساعة ليش يا عمي؟ لك صار ساعة 9. اشو؟ شفت؟ يلا خلصنا، تأخرنا على الشغل. لا يا حبيبي لا، قصدي قول انه بعد بكير. نعم، ليش فكرك أي ساعة بدك تروح على المكتب؟ شو أي ساعة يعني؟ 10 11 11 ونص، على كثرة الزبونات اللي عندك يعني. 10 10 ونص 11 ونص، شو مجنون أنت؟ شو فكرك عم تشتغل مع النجار عندي أنت؟ وخلصنا ونروح على المكتب. قوم. لك أواجي، لك أنا لو ما حاسس معك بهالدقيقة العيشة أنت، لك ما بعرفش بس ما بشغلك عندي، لك ما بخليك تفتح باب المكتب أصلا أنت. لك قوم 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 أحسن ما غير رأيي. قوم. لا يا حبيبي خلص خلص، أمرنا لله، أمرنا لنفوت نلبس، أمرنا لله. الله رضينا بالهن والهن ما رضي فينا. ما شو هالواحد لك يا عمي؟ ما بكفيني انا عم شغله عندي بالقوه، مش بس هيك عم بياخذوا بسيارتي وصلوا على الشغل، اعمل له شوفير بهالاقرا. ما غدا نايم ليه؟ لك اواجيه؟ نعم يا خي، هذا ابنك ما صار شبع، شو بعده نايم لحد هلا؟ يا خي دبر له شي شغله يروح يطلع له قرشين يساعدك. لك ايدي بزنارك. لك شو رايك اخذوا معي على المكتب يساعدني شوي؟ نعم؟ لا لا خي لا، خليه نايم احسن من شان صوته. العنة، حدا بيجيب الدب والديسم على كرمه؟ عفوقة، الديسم هو ابنه للدب اللي جوا. هي دواء يمكن تنفعك. شامي وجيه؟ شو؟ حضري حاوية؟ شو؟ شو؟ ما كانوا ريح دخان؟ دخان؟ لا ما فيش دخان يا فادي. لا 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 ما فيش ما في ريح دخان. شو ما عم بتشم؟ لك ريح الدخان قوية بالمكتب. مزبوط. يعني في شوية ريحة. ما تكون عم تدخن بالمكتب يا وجيه؟ أنا أعوذ بالله أنا ما بدخن يا فادي. أصلاً أنا ما معي حق علبة دخان. إيه بس في ريح دخان. إيه شوي صغيرة. إيه قوم فز افتح شبابيك حتى يتهوى المكتب. وش. الحقيقة برتيز نسي هوي المكتب بريح. نعم؟ ايه بدك شيء؟ ايه بدي ايه فوت اعمل لك ركوة قهوة، خلينا نشرب فنجانين قهوة عروة قبل ما يوصلوا الجماعة. على راسي. بس بدي اقول لك شغلة. نعم. انه ما في قهوة، خلصت. نعم خلصت القهوة؟ يابا كيف خلصت؟ ما بعرف يا اخي. معقول؟ معقول. قد ايه؟ يلا بتصير بتصير حبيبي.
تفضل. شو هودي؟ هاي 10,000. لك في مجال تزيدهم شوي؟ ليش شو قلية القهوة؟ لا بس بدي اجيب كمان شاي. نعم؟ وسكر. وسكر كمان؟ وكيزوز. وكيزوز؟ نعم. وكيف خلصوا كلهم ذات الوقت لك يا ولد؟ والله هيك ما بعرف يا فادي. بدك تسأل سعاد. سعاد؟ لما نشوفها لسعاد نسألها لسعاد. هدي يا خي هدي. أور منك. لك فادي في مجال بعد تزيدهم 50,000؟ 50,000 لشو 50,000؟ يعني بدنا نجيب لنا شوية ضيافة. بعده مش حلو يجوا لعندك زبونات ما نضيفوا شيء. شو وين راحت الضيافة؟ وين راح الشوكولا؟ وين راح المومو؟ لا وين راحت البسكويت؟ يا خي كله اشتريناهم قبل ما تفل سعاد على أمريكا. والله يا فادي هيك ما بعرف. بدك تسأل سعاد. ما لنشوف هلا سعاد. شو عم نحكي يا لسعاد؟ 50,000. وين 50,000 منيح؟ ليك فادي بعد في مجال تزيدهم 20. 20 شو؟ 1000. 1000؟ لا فادي بدنا نجيب شوية محارم ورولوت ولاد. شو خلصوا؟ واو الا اذا بدك يا فادي حط لك بالحمام ورق جرايد. ورق جرايد؟ يا شيخ وين راحوا رولوت ولاد؟ والله مش غير انا وياك. بدك تسأل سعاد. ما لنشوف الا سعاد، نبقى بنسألها. تفضل هاي 20,000. لك بس يا فادي لتعرف انك عملت طيب لما وظفتني عندك. ايوه لانه صور يا فادي انه هلا يجي لعندك حدا من الزبونات ومتضايق وبده يفوت على الحمام. ما كنت تبهدلت اكثر من هيك. 5,000 تاكسي. واو شوفي اشياء حلوين. يا ريت فينا نشتريهم كلهم. يا ريت. شوفي هالفستان واو. انا بدي. شوفي هالساك واو. انا بدي. وهالشوز واو. انا بدي. يا ريت عنا كارت مثل مام. اذا جبت الكارت فيك تشتريهم كلهم؟ اكيد. فيك تجيبيه؟ اكيد ما. حياتي. شو قصة هالايباد اللي ساعة حاطة راسك فيه؟ عنا اغراض جديدة حياتي، في اشياء نزلة بالسوق، واو. ما تقولي لي كمان بدك تشتري تياب؟ طبعا. لك بطلوا سعر الخزاين. ايه عفوق ذكرتني. في سيت عليه كم شغلة لحتى تحط فيهم اغراض بيسطلوا، بدي اطلب كم وحدة منهم. عرس. دق المي مي. هدي، هيدا الكارت. حياتي ميرسي. عبيته كتير هالمرة. كتير كتير. أحسن. أنا جاي لكم بني. بني. بني حياتي. بني بني. حبيباتي شو طالعين حنين وقلبهم طيب هالبنات. طالعين لأمهم. بزقتهم بزق من تمي. برتاز يا برتاز وين صرت؟ يلا بي خلينا نمشي. لا لا قبل يا برتاز قبل ما نمشي عود لرجع لك الدرس من الأول. ليك يا برتاز فتح لي دينايك كتير منيح. ليك هيدي قنينة الويسكي مش مضروبة، كل شاب من الشباب بتصب له أول كاس من هيدي القنينة، بعدين بس بدهم يتهنوا بتصب لهم من هيدا الصندوق. هيدا الصندوق فيه الأناني المضروبة، مفهوم؟ مفهوم. البزورات بتكتر من هيدا الفستق المالح ومن بذر اللقطين المالح. ليش؟ حتى يعطشوا ويطلبوا يشربوا كيزوز أو ويسكي. ليش؟ لا تكبر الفاتورة. حاضر. أما بخصوص الساندويشات يا برتاز، أول برمصالية بتحط بكل ساندويشي شرحتين جبنة وشرحة جومبون، تاني برمي وتالت برمي ورابع برمي بتحط شرحة جبنة ولحسة جامبون. ايه وبركة استطعموا انه قليل الجبنة. ما نحن ليش عم نسقيهم ويسكي مضروبة يا برتاز؟ حتى ينضرب مش بس راسهم كمان لسانهم، ساعتها ما رح يقدروا يميزوا بين ساندويشة الجبنة وحجر الخفان. يا برتاز قومي.
هيك يا برتيز زرع غير برتيز هذا الويسكي اللي بقيوا امبارح بكعب الاناني واللي فضلوا بالكاسات ما رحت فيه كبيته ما عارف انك كبيته يا برتيز هودي الويسكي ما بيكبون يا برتيز هودي منجمعه منحطهم بأنينة وحدة ومنقفلها مفهوم مفهوم يلا مول لحظة وين رايح لحظة خليك يلا تعال روح يلا لكن عمالك برتيز يا برتيز والصلاة كل هالكريتين يا بيي ورح اقول كتر خير الله يا برتيز قول كتر خير الله شغل ماشي بس عم نلحق نحن يلا يلا عجل حمار شو ده؟ شو فيها؟ لحظة يا عمي الو مين؟ مين؟ لحظة مين؟ 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 لحظة شو مين؟ لا يرد الجماعة مين مين؟ مين؟ كمال مين كمال؟ أهلا الأستاذ كمال؟ أهلا وسهلا لا لا ما وعدنا ولا شو الحديث هذا؟ أكيد سهرانين بعد بكير له أهلا وسهلا إيه خير؟ الملف؟ إيه معي ولا كيف لك إيه نحوان إيه بالبيت شو؟ بدك تمرق تاخده اهلا وسهلا لا لا عم بكير ولا شو الساعه هلا يعني الساعه 11 ونص بصير ولا هو اكيد سهرانين لا لا امرق ونسهر شوي كمان يلا اهلا وسهلا كمان حبيبنا ناطرينك موفق الله معك باي باي يا ويلي بالله مصيبه الملف بالمكتب رح روح على المكتب جيب الملف واجي بده يفرجيه للقاضي بكره لازم يطلع ليل ليله اخ 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 خمس دقايق حياتي بوصل على المكتب بجيب الملف وبرجع ما ينشغل بالي مشغول بالها كتير شو هاي بيي بوزة؟ هلا وعد بوزة؟ لا هيدا شمعة شمعة؟ ايه؟ هاي شمعة؟ انا عملتها واضح يلا روح خلص يلا كريم انا بفتح اهلا شو هيدا كريم؟ ما تقولي لي هاو كمان انت اشتريتيهم ما اشتريت شي انا هالجمعة بالزيت ما اشتريت شي لكن مين اشتريهم كلهم هاو؟ انا انت؟ كيف؟ ولو مام بالكخ الكات ما تكلم لا 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 تكلم